الاسلاميه من مصلحتها ان يكون هناك يعني قبول وهناك رضا عنها من قبل الولايات المتحده، خصوصا في ملف الغاز، لان العقده انها نعم، لانه العقده اليوم انه كيف تنقل الطاقه ويكون محافظه على اسعار النفط، ليس من مصلحه الولايات المتحده ان يرتفع النفط وان تكون هنالك عمليه ارتفاع كبيره، ستخسر اقتصادها بشكل كبير جدا، هي تعتمد على واردات النفط من الشرق الاوسط بشكل كبير جدا، خصوصا من العراق ودول اخرى والخليج، تعتمد بشكل كبير بمعنى جدا. بمعنى هسه عارف افتهمت اما النظام من اجل دعم الاقتصاد. استاذ رحيم بس تعقيبا على ما تفضلت به، هذا اللي افتهمته اني وصحح لي، اما النظام بقاء النظام الايراني او بقاء مثلا الموارد الايرانيه والاموال اللي احيانا هي مجمده ما توصلها بسبب مثلا العقوبات الامريكيه، هذا اللي فهمته. تم اطلاق مبالغ كبيره جدا حدود 20 مليار دولار امريكي للجمهوريه الاسلاميه من مصارف كانت مجمده في مصارف الولايات المتحده، كعربون محبه من الولايات المتحده لان يكون تغير في سيناريو الحوار بشان ملف الطاقه. الحوار مختلف تماما في الشرق الاوسط وخصوصا منطقه الخليج، بمعنى امورنا بالتمام، ماكو خوف، نستثمر، راح نستثمر غازنا العراق يستغل هذا الهدوء وهذا الاستقرار ومحاوله الولايات المتحده ان يكون العراق هو جسر بين كل تفاصيل المنطقه، وهو اليوم نجح في الكثير من التفاصيل خصوصا في المقاربه ما بين السعوديه وما بين الجمهورية الإسلامية والمقاربة ما بين مصر والجمهورية الإسلامية والمقاربة ما بين وإعادة ملف السوري للجامعة العربية، كل هذه تفاصيل تعني بأن العراق بدأ يلعب دوره بشكل جيد، بدأ